سي عبد الرزاق، احنا كالعاده بعد باش نرجعوا في انتظار فقرتنا القادمه، نستمع من بعضنا نسمع من نوع الاغاني العصر. الى نصل لركن فطور الصباح معنا هدى سعيد. صباح الخير هدى. صباح الخير زكيه. انا سنيك سي عبد الرزاق. مرحبا هدى، مرحبا بك. زكيه مره اخرى مرحبا بك. كما ترى تقليش مرة أخرى نتغشش أنا سي عبد الرزاق. وإذا باش نحكيو على الماء وما أدراك ما الماء. الماء الناس كل تعرف الخصال نتاعو والمنافع نتاعو، ما حبيت سؤالي الأول يكون عنده شي مضار في حالات صحية معينة. حالة معينة هي في القصور في وظيفة الكبد. الإنسان اللي عنده مشكلة في الكبد ما عادش ينجم يشرب الماء كما يلزم. على عكس الناس اللي عندهم الحصاب البكلاوي ينصحهم يشربوا برشا برشا ماء. الماء عنصر أساسي هو في الحياة. هو الجسم نتاعنا متكون من الماء، يعني 60% تقريبا عند الكهل، 70% عند الطفل، وأكثر عند الرضيع. 20% ما يدور في الجسم نتاعنا، و 40% ما في داخل الخلايا. لازم الماء اللي يدور في الجسم نتاعنا يتجدد يوميا. خاطر فما ناس تسالهم يوميا، انا نشوف ناس مثلا ما يقدروش يشربوا ماء، يقول والله يظهر لي ما نشربش ماء بالكل. ننسى نولي فما مشاكل كبيره مع الماء. احنا نقسموه الموضوع، ناخذوا الماء، تناول الماء كماء. شيء يلزم للانسان العادي يتناول الكميه، وتو من بعد باش ناخذوه في الجانب الغذائي مع سعد الرزاق. في يوميا يلزم احنا الجسم تاعنا يسحق زوز ايترات ونص ماء. بما ان الماكله توفر لنا ايترا ماء، يعني في الخضر في الغلال في اللحم ولا في الحوت، الايترا ونص اللي بقات يلزم تكون على معناتها ماء شراب. كيفاش نوزعها في اليوم؟ مثلا فما شكون ينصح يقول لك بدي تقوم من النوم كويس ولا اي باهي نصيحه باهي هي ليسر، على خاطر الماء هو عنده دور تطهير في الجسم، يعني ينظف الجسم من الرواسب والتسمم والتلوث. وبما ان في الليل احنا الخلايا نتاعنا تخدم، كيف الصباح ناخذوا كيس ماء ننظفوا الجسم نتاعنا احسن طريقه. هذه نصيحه نعطيها للناس الكل. كيما نقولوا كويس ماء على الخوات. كيس ماء على الخوات. والماء بصفه عامه يلزموا ديما بعيد على الماكله. بعيد عن الماكلة على خاطر معناتها الدور نتاعو تطهير، وماذا بيه يكون وحده، يعني يتعدل المعدة وبعد يتعدل الجسم من غير ما يقعد مع الماكلة مدة وقت الهضم. لكن الانسان اللي عنده حموضه قويه في المعده ننصحوه بشرب الماء حتى مع الماكله باش نحلوا الحموضه نقصوا منها، خاطر باهي للماء. يعني الانسان اللي عنده حموضه قويه الماء يحلها. الماء عنده دور اساسي في الجسم، خاطر هو يدخل في تركيب السوائل الكل، يعني في البلازما في الدم في السائل اللمفاوي في السائل النخاعي في الافرازات الجسم. يعني يلزموا يوميا نوفروا ليتر ونص على الاقل. لكن تو الدنيا سخنت يلزم يطالع كل احنا غلظ الدم ننصحوه باش يشرب الماء، على خاطر هو اللي يحافظ على توازن الضغط هذايا، يحافظ على توازن حموضه الدم زاده. هو اللي معناتها المواد الذايبه في الدم كيف ما الكالسيوم البوتاسيوم والصوديوم، يعني الماء هو اللي ينقلهم معناتها داخل الجسم. وهو اللي يقدر النقل، هو سيلة النقل، الأكسجين اللي يعطيه للخلايا. يعني الماء يلزم ديما موجود وديما نظيف، يعني يلزم ديما تجديد الماء داخل الجسم. إيتر ونص ماء قلت أقل كمية. أقل كمية. ودي حبيت نسأل على الفرق بالنسبة للإنسان عادي. مش بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض الكلى ولا السمنة ولا غيره. الفرق ما بين الماء العادي، الماء اللي نشربوه الحنفيه مثلا، والماء المعدني. الماء المعدني فيه وعليه، على خاطر كان انسان يستانس بماء معدني نوع واحد مش به برشا. ما نجمش ياخذ ماء فيه برشا مغنيسيوم طول عمره، ولا ماء فيه برشا كالسيوم طول عمره. انا ننصح بالماء اللي قليل المعادن ولا ما فيهش معادن. على خاطر ديما والا يدور على الماركات الكل ولا يدور على الانواع الكل. الفايده زاده راهو مش ديما صحيحه، على خاطر المعدن اللي موجود في الماء الجسم ما يقبلوش كيف ما يقبل المعادن اللي ياخذهم عن طريق النبات بصفه طبيعيه. بصفه طبيعيه احنا هو الماء طبيعي، اما احنا الانسان بخلاف الملح الصوديوم اللي هو المعدن الوحيد اللي ناخذوه من الطبيعه، المعادن الكل يخلطونا الجسم عن طريق التغذيه. يعني كيف ناخذ المغنيسيوم والكالسيوم في الماء ماهوش
كبير برشا كيف ما باش ناخذوا المغنيسيوم والكالسيوم عن طريق النبات ولا ما عندوش اضافه كبيره برشا كبيره لكن اشهار لبعض المياه المعدنيه اي لا يلزم نوفروا الاملاح المعدنيه في الماكله ولازم ننوعوها والنصيحه الثانيه بعد تفاحة السؤال الا كان باش ناخذوا نوع ما ماذا بينا ندوروا على الانواع الكل باش ما ننسوش الجسم نتاعنا بنوع واحد سي عبد الرزاق انت قلت حضرتنا حضاره ماء حبيت نسالك على اهم العيون الطبيعيه اللي عندنا في هي قد ما عندنا شحه نتاع مطر قد ما عندنا عيون برشا الحمد لله ما نجموش نقولوا قيحها وين بالضبط خاطر ساعه البقعه تعطيك الماركه نتاعها لكن نقولوا اهم العيون موجوده في الوطن القبلي موجوده في الكاف موجوده في قروان في عين جلوله موجوده في الجنوب موجوده في سيدي بوزيد أنا ما نقدروش نقولوا بالضبط البقعة لا من غير ما نسميو أما عندنا برشا عيون وعندنا عيون حارة وعندنا عيون جبلية عندنا عيون جبلية عندنا عيون حارة عندنا عيون مالحة شوية عندنا عيون حلوة برشا ولا بيار برشا 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 بيار عندنا برشا بيار وكل بقعة وكيفاش بيرها وكل بقعة كيفاش الأرض نتاعها ثم بير على 2 متر وثم بير على 3 متر بالضبط هذاك ما فهمتش دار تونسيه ما فيهاش البير ولا الماجل صار العاده هذه قطعناها حق كل واحد يبني دار يخمم في الماجل باش يتحصل على الماء اذا كان يحب يشرب هو زعما صالح اذا كان ما يحبش يشرب ويستعملوا في الصابون كانوا يستعملوا الصابون خاطر حلو ياسر خاطر يطلع الرغوه بالصابون الاخضر خير من شكون مازال يا عبد الرزاق شكون مازال حق مازال من كيف تحفر ماجل ولو هو غلا شويه لان المختصين الحفاره بتاع الماجل قلوا لكن هذاك يحفظ به الماء والاقتصاد الجديد حتى في الدول المتقدمه تقول لك يلزم كل واحد يستعمل الماء ويحاول باش يجيب الماء ويستعمله باقتصاد اكبر تحدي عالمي هو الماء واللي عنده الماء هو اللي عنده الدنيا كبير وماشي كيف ما قال سي عبد الرزاق كيما في الطبيعه الجسم قد ما يكون شح في الماء قد ما الجسم يشد الماء يخزن الماء يعني الانسان اللي عنده ناقص برشا ماء عنده يولي الملح متراكم في الشرايين نتاعو في الاورده يولي الماء يتشد للداخل يعني هذاك يطلع الضغط الشرايين وحاجه ثانيه النساء اللي عندهم الماء تحت الجلد السيلوليت احنا نسميها قد ما تنقص ماء قد ما هي تشد الماء داخل الجسم نتاعها بالماء باش الجسم يتخلص بالماء الزايد والماء الملوث اللي عنده يعني قد ما نجيبوا ماء نظيف قد ما احنا نتخلصوا من الماء من الملوث اللي استعمله الجسم من الخلايا نتاعو صحه وداتك صحه سي عبد الرزاق